هذا سميتو دايموند بينتين، والكنفال أو الكنفال ماسية أو بانتور ديامون. هذا شريته من شين. هذه كانت عبارة عن صورة، عبارة كتكون واحد طابلو، أن طابلو ممكن بعد تعلقيه في دارك. هذه الميكا هذه كتكون فيه، ماشي أنا اللي شريتها، لأنه هو هاد الكارت بحال هاد البابي بحال الميكا، هذا بحال شي ميكا. المهم وهاد الواجهه اللي فيها الصوره كتكون فيها اللصقه، فيها لصقه. وفاش فاش كتكوموندي هادي، كومونديتها من شين، كتجيك الصوره اللي اختاريتي، هاد الشكل اللي كتكوني انت اختاريتي. لان من بعد مني غنكملها غنحيد هاد الابيض وغنديها لشي واحد اللي يدير لي ليها ان كادر، وكتعلقيها طابلو في دارك. يمكن لك تاخدي اي صوره، التصويره ديالك انت ولا وليداتك ولا شي حاجه، المهم شي صوره اللي عجبك، ولا كتختاري من لي طابلو اللي كاينين عندهم. كاين حتى في الي اكسبريس كتكومونديها. فاش كتكومونديها كيعطيك هاد لاباركيت، هاد الطبيصيله كتجي معاها، كيجي معاها هذا اللي بحال ستيلو، وكيجي معاها هذا بحال الشمع. شنو كنديروا بهذا؟ هذا بحال شمع ستيلو، ما عرفتش واش يبان لكم من هنا، راه عنده واحد الثقيبه. انت فاش كدير كتشد وكدير بحال هكا، كتورك هكا، وهذيك الثقيبه كتعمر بداك الشمع الاحمر لداخل. هذاك الشمع مني كدير نتايا، وكيجي معاها اسمحوا لي، كيجي معاها هاد الالوان اللي كاينين في هاد الصوره كاملين، كيصيفطوهم لك هاد الحبات هادو بالالوان اللي كاينين في الصوره، كيصيفطوا لك لو نومبر هاد الخنيشات على حسب شحال غتحتاج. بحال دابا كاينه اللي في اللون اللي محتاج تحتاجو بزاف، كيصيفطوا لك مثلا جوج ولا ثلاثه منو، ولا الا غتحتاج غير وحده راه كيصيفطوا وحده. هاد الصوره شحال فيها؟ اذا قلنا كيجيو هادو كيفاش، شنو هما هادو؟ راهم هانتوما شوفوا كيفاش دايرين. هادو بحال الحبات ديال، اش غادي نشرح لكم انا غنشرح بلي بات، بحال الحبيبات المحمصه. تخيلي حبات المحمصه وقسمتيها على جوج، قسمتيها من النص، اذا كتكون عندك واحد الجهه بومبي مدوره مكوره جبتي، وجهه مالسه. حتى هادو بحال هكاك، هادو بحال النص ديال حبيبات المحمصه، مي بالميكا ملونه. المهم اذا هادو، ومني كديرهم في هاد لابتيت باركيت كدير بحال هكا، خصك دير بحال هكا باش داك الجهه المدوره تجيك الفوق. هذيك الجهه كدير هكا داك ستيلو، حيت هو فيه داك الشمع، حيت هو فيه داك الشمع كتلصق فيه الصوره، كتلصق فيه ديك كتلصق هذيك الحبه ديال الميكا. وكتجي شنو كاين من بعد، شنو كندير من بعد؟ مني كتجيك هاد الصوره، انا كتجيك هاد الصوره، قلت كتجي هادي وهذا وهذا الشمع، هذا دائما فيه واحد الميكا كتحيدها هكا وكتديرو في ستيلو، ومن بعد كتسدها باش ما يبسلكش باش يبقى مزيان. وهذا راه تيقد بزاف، شوف انا دابا راني قدرت نكملها، يلا استعملت واحد لو بوتي بو واحد شويه. المهم هاد الصوره دابا انا باش غادي نعرف كل لون فين غايجي، ما يمكنليش غير نجي نشوف التصويره وندير. راه كاين مثلا الاخضر راه فيه الانواع، شوفوا الاخضر شحال فيه من اللون، فيه نديروا هذه مثلا، نحيد هذه باش تشوفوا معايا الاخضر، غير الاخضر شحال فيه من اللون، لان كيصيفطوا بزاف ديال. شوف هذا الاخضر شحال فيه، كاين هذا اخضر وهذا وهذا وعاد هذا وهذا. شوف الاخضر شحال فيه من درجات ديال الاخضر. ديجا الاخضر فيه، لا هذا يمكن كحل شويه، نو هذا كحل ماشي هو. دونك شوفوا ديجا الاخضر، شوف شحال الدرجات، كاين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة تسعة درجات. فاش كيجيوك هاد لي ساشي شنو فيهم؟
فيهم واحد الرقم هنا 25 وفيهم واحد الرقم واحد اخر هنا ورقم ثلاثة ديال الانواع ديال الارقام. اذا هنايا فاش كتجي لهاد الصوره كتجي لهاد الصوره شنو كتبين فيها في الجنب ديالها، كاينه الصوره مصغره وكاينين هاد الارقام وهاد لي كود بالالوان وعاوتاني هاد الارقام. هنا كاين من واحد حتى ل 25، انا من واحد حتى ل 25 غادي نفهم بان هاد الصوره فيها 25 لون، 25 لون. اذا وباش غادي نعرف وفاش كتجي هاد الصوره غادي نوريكم، واخا انا راني عمرت الاكثريه. لاحظوا معايا كاينين مربعات ياك، هاد المربعات كل مربع بلون، كل مربع بلون وكل مربع فيه حرف. انا اسمحوا لي ما كنشوفش مزيان، واخا شفتي هاي كاين هاد المربعات وكل مربع فيه يا اما حرف يا اما رقم. هادوك الارقام وهادوك عادي نلقاوهم هما اللي كاينين هنا، هادوك دي كود باش انت مني كتبغي تهز شي لو تجي مثلا غادي نجي مثلا لهاد 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 هادي هاد لاكاز هادي مثلا، هادي مكتوب فيها اكس شفتوها اكس وقهويه. انا غادي نجي لهنا في هاد 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 الطابلو هذا اللي عندي هنا وغنقلبها هي الاكس شفتوها اكس فيها 25 هي رقم 25 وفيها هذا الرقم. انا اللي كيهمني هي 25 لان الميكات فيهم العدد وهما قالوا لي 25، اذا اللون رقم 25 وهو فيه هذا الاكس. انا غادي نقلب عليه في هذه الميكات اللي عطوني ها انتما، ها هما الارقام هنا كاين 6 هذا راه اللون رقم 6 هذا اللون رقم 5 هذا 4. انا بغيت رقم 25، ها هو لون رقم 25 شفتو رقم 25. اذا انا غنجي للصوره ديالي وفاش غادي نحط هاد 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 لي استخاص ولا غنحطهم هنا نديرهم في هاد لاباركيت ديالي وغندير بحال هكا باش يرجع داك الدور الجهه اللي دايره مدوره ترجع لعندي ترجع لعندي الفوق. كدير غير بحال هكايا بحال هكا كيتقادو همايا، الا لاحظتوا راه فيها شريطات وكيدخلو هما ما بين دوك الشريطات وكيتقادو. اذا كيتقادو غادي نبقى نهز وحده، كل ما نهزها غنمشي. انا كنهضر دابا على هاد الرقم 25 ال 25 ال 25 والاكس في الصوره اكس. اذا غادي نبقى نهز هذيك الرقم وغنجي وغنحطها فين ما بانت لي الاكس غنحطها وغادي نعمر داك ساعه اللون اكس ال 25. وهكذا حتى نبقاو حتى كنعمروا الصوره ديالنا كما قلت لكم. كاينين ديال كاينين كيتباعوا ديال ديسان انيمي، كاينين زوينين يصلحوا في غرف الاطفال زعما شي حاجه زوينه. هذه هي الكنافه الماسيه، انا اول مره كنعرف هذه الكنافه الماسيه، شفتها في الشين كنت كنشوف داكشي اللي كيبيعوا. انا ماشي انتريسي بزاف بالكسوه ديالهم وما عمرني اصلا شريت من عندهم. اول مره سما هذه اول كوموند درت عندهم وكنت كنشوف، مشيت لديك الشيء ديال المطبخ ديال البيت فاش كنت كنشوف لقيت هاد الكنافات وبقيت كنقلب الوغ انا خليت داك ساعه شي ورجعت ليوتيوب وكتبت الاسم دايموند بينتين ولقيت بان المهم الناطقات بالفرنسيه العيالات ناطقات بالفرنسيه ماشي والرجال كيهضروا فرونسي واللي كيهضروا بلونجلي عندهم بزاف هاد دايموند بينتين ودايرينو بزاف. وفاش رجعت للعربيه بقيت كنقلب على الاسم ديالها بالعربيه شنو هي، عييت ما نترجمها. المهم فينالمون لقيت سميتها مصريين دايرين كنافه ماسيه، الكنافه الماسيه، وحده مغربيه وحده يمكن اللي لقيت هي اللي دايراه، دايره فيديو على الكنافه الماسيه وما فيهاش مشاهدات بزاف. معنيتها ان شي حاجه اللي حنا ما عندناش ما مشياش وما شنو الدور ديال هاد الكنافه الماسيه ولا هادي، راها كتصلح حتى للدراري الصغار. الا عندك شي وليد كيتسمى ايبر اكتيف داك حركي بزاف، هاد الكنافه الماسيه كاينين اللي هادي دابا شويه صعيبه لان فيها بزاف الالوان، فيها 25 لون وصغير داكشي مهم، ولكن كاينين ديال الدراري الصغار، كاينه يمكن لك تختار وحده ديال لي ديسان انيمي الدراري الصغار ويبقاو توريهم كيفاش يديروا. ماشي دري صغير عاوتاني ما كيفهمش هادشي ديال لي كود، شويه ديك 8 سنين 10 سنين
حركي بزاف، هذه غادي تعلموا التركيز والصبر، لان خصك تصبر باش دير. انا كل مره كنجي، كل ما كتكون حس براسك ماشي حتى لي كنجي كنقل، المهم شويه معصبه ولا شي حاجه، كنجي كنجلس هنا كنبقى ندير، كتخرج من ديك المشاكل ديالك وكتخرج من داك، كتنسى علاش انت معصب اصلا وكتهدن. المهم هي هذه بحال ان ثيرابي، بحال شي علاج للستريس، ضد الستريس. انا يا خرجت لي ليكزيما في الاول، شكيت في داك المعقم، شكيت في المعقم، هذا المعقم اللي كنا كنديروا ليدينا، شكيت فيه انه هو اللي دار لي ليكزيما، ولكن هو في الحقيقه هي ليكزيما. انا مازال عندي شويه في يدي هنايا، راه المشكله ديال ليكزيما انني انا كتقطع لي اللحم، كتقطع اللحم وكتبقى تعطيك الحريق. المهم يدي صافي تحرم عليا الشغل ديال الدار، ما بقيت نقدر ندير حتى شي حاجه. انا كنبغي الاعمال اليدويه، ما بقيتش كنقدر نديرها، لا كروشي الا بغيت ندير كنبقى نلوي داك لي بونسمون على يدي باش كنبقى نخدم. اصلا راه عندي ان فيديو اللي درت فيها هذيك الاعمال ديالي ديال الحجر، مده الحجر الصحي، لان انا كنبغي ديك الشيء، حتى هو كيهدئني، ولكن كانوا يدي كيعذبوني. وشنو كنت كنلوي عليهم هادو، كندير دوك اللصقات، كندير اللصقه هكايا على يدي باش ما كيبقاش يقيسني الكروشي في يدي ويحرقني. ما جاتنيش ليكزيما. انا فاش قلت لكم صحاب لي هذاك لو جيل اللي دار لي الحساسيه في يدي، لانها جاتني في يدي وجاتني مور ودني، ولكن قلت عاوتاني مور ودني، قلت هذيك ديال الكمامه، داك لاستيك ديال الكمامه عندي الحساسيه عليه، وحاولت ما كنخرجش وما كنديرش لو جيل باش نقص من ديك الشيء، ولكن واخا هكاك بقات لي ليكزيما واخا انا كنداويها. شنو كنت كندير ليها؟ كندير لها واحد لا كريم سميتها ديبروزون، هذه سميتها ديبروزون 0.05%، هذه فيها لي كورتيكويد. عرفت بان ستريس اللي دار لي ليكزيما ماشي لا الكمامه لا لو جيل، لان ليكزيما خرجت لي حتى في رجلي. المهم هذا الستريس ديال الحياه هو اللي كيديرنا. انا يا لقيت هذا حل، وزعما بغيت نبروبوزيه على الاخوات. المهم كنتمنى نكون عطيتكم شي حاجه جديده في هذا الفيديو. شكرا والى اللقاء ان شاء الله.